الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة رابعة متوسط في هذا الدرس الجديد، درس الحديث المباشر والغير المباشر. أول شيء راحين نتعرفوا على كل واحد على حدة. إذا أول شيء راحين نتعرفوا على لو ديسكور ديريكت اللي هو الحديث المباشر، لو ديسكور انديريكت اللي هو الحديث الغير المباشر. إذا فلنبدأ على بركة الله. أول شيء لو ديسكور ديريكت كما سبق الذكر هو الحديث المباشر، لو ديسكور انديريكت هو الحديث الغير المباشر. كيفية التمييز بينهما هو أنه في الحديث المباشر دائما ما نصيبوا هذو النقطتين والأقواس الصغيرة سكون أبان لي غيومي، أما في لو ديسكور انديريكت ما نصيب ولا شيء من هذه الأشياء السابقة اللي ذكرتها اللي هي لي غيومي اي لي دو بوان. إيل دي جو سوي فاتيغي، هو قال أنا تعبان، جو سوي فاتيغي، يعني أنا ننقلت الرسالة نتاعو مباشرة. أما إذا حبيت نهضر عليه بحديث غير مباشر نقول هو قال بأنه تعبان، يعني هنا يا جو رجعت إيل وسوي رجعت إي سولون لو فيرب إتخ. راح نشوفوا هذا بالتفصيل في الأمثلة القادمة إن شاء الله، ركز معي جيدا. أول شيء راح نعرف القاعدة اللي نمشي عليها في الحديث المباشر والغير المباشر. جو روتيان، Si le verbe introducteur est au présent, يعني الفعل هذاك تاع المقولة ولا le verbe de parole إذا كان في le présent ou futur، يعني كان في الحاضر ولا في المستقبل، rien de changement ou bien aucun changement du temps، يعني ما يصرح حتى تغير للزمن في le message ou bien في المقولة اللي بين قوسين. ركز معي جيدا. إذا لما ناخذ المثال هذا il dit، le verbe هذا dire راهو في لو بريزون، إذا أنا مصرف في لو بريزون، إذا هذا لو ميساج أو المقولة اللي بين قوسين وراه الزمن تاعها راهو أو بريزون، إذا مادام هذا لو فيرب أو بريزون هذا يبقى دائما في لو بريزون ما يتغيرش الزمن تاعو، إذا كان هذا في لو فيتور سامبل هذا أيضا يبقى في لو بريزون، يعني هذا ركز معي جيدا، هذا الفعل إذا كان في لو بريزون ولا فيتور واش نستفاد منه؟ نستفاد منه أنه هذه المقولة اللي بين قوسين ما يتغيرش الزمن تاعها. ركز معي في الأمثلة التالية. لو ديسكور ديريكت كيفاش نحولوه لديسكور انديريكت؟ Une mère déclare ou bien déclarera je pense à mes enfants، أنا أفكر في أولادي، يعني مرأة صرحت ديكلار هذا لو فيرب راه مصرف لو بريزون، ديكلارورا وراه مصرف راه مصرف في الفيتور سامبل، إذا كان الفعل مصرف لو بريزون ولا في الفيتور سامبل هذا لو ميساج أو بيان الكلمة اللي بين قوسين غيان دو شونجمون، يعني ما نغيروهاش في الزمن نتاعها، مادام هذا الفعل راهو في لو بريزون إذا نصرفو في لو بريزون غيان دو شونجمون. كيفاش نحولو ذلك؟ إذا هذه الكلمة دائما نبقي عليها أو الجملة هذه دائما نبقي عليها، هذو لي دو بوان و لي غيومي نحيوهم ونضيف مكانهم في بلاصتهم ك. جو بونس هذه تصبح ال بونس، علاش ال بونس؟ جو هي اللي كتتكلم، اذا لما نغيرها نقول هي، اذا جو تصبح ال، ال بونس في لا تيرمينيزو في لو بريزون او مع جو والال معها الاو، اذا ما غيرتش الزمن هنايا بونس، بونس باقي نفسه في لو بريزون. كال هذه كتابة غير صحيحة، كيفاش نغيرها؟ إذا نغير فقط نحل أو هذيك دو فوايا ندير أبوستروف تصبح كال بونس أ مي زونفون، في ولادي مانيش نخمم أنا في هي تخمم في ولادها، إذا أ سي زونفون، إذا أون مير ديكلار أو بيان ديكلارورا كال بونس أ سي زونفون، مرأة صرحت بأنها تفكر في أولادها. المثال الثاني، إذا هنا فقط مي هذه رجعتها سي. المثال الثاني لو ديسكور ديريكت، كيفاش نرجعو ثاني لو ديسكور انديريكت؟ ركز معي جيدا. إيل دي هو قال جو سوي فاتيغي، هذا المثال كنا تعرفنا عليه قبل قليل، ركز. إذا إيل دي لو فيرب هنا راه مصرف أو بريزون،
وبما أنه أو بريزون إذا هذه ما عندها حتى تغيير، يبقى الزمن تاعها هو. كي نقول ما عندها حتى تغيير راني نقصد في الزمن، مانيش نقصد في الضمائر ولا لي زادجيكتيف بوسيسيف أو بيان ديمونستراتيف. هنا نركز على الزمن تاع الجملة هذه. إذا مادام لو فيرب هنا أو بريزون، الزمن هذه تاع الجملة هذه يبقى هو هو. إذا إيل دي نعاود نكتبها، نحيو هذو لي دو بوان إلي غيومي ونضيف كو. Il dit je, هو قال أنا. إذا كنعود نحكي عليه أنا نقول il. إذا il est, je suis, tu es, il est. الكو والإيل هنا ما يتلاقاوش، إذا لابد أن ندير لابوستروف كما قلنا قبل قليل. إذا il dit qu'il est fatigué يبقى كما هو. لو تلاحظ أن لو فيرب اتر هنا أو بريزون وهنا يراه أو بريزون، يعني ما غيرناش في الزمن. نروحوا للقاعدة الثانية الآن. احنا واش عرفنا في القاعدة الأولى؟ أنه إذا كان لو فيرب دو بارول، يعني الفعل هذاك تاع المقولة، أنه إذا كان في لو بريزون ولا في الفيتور سامبل، لو ميساج هذاك ولا الجملة اللي بين قوسين لا تتغير في الزمن، يعني يبقى الزمن هو هو، الزمن اللي عطاه لك أخدم به. أما إذا مشينا للقاعدة الثانية، ركز معي جيدا. سي لو فيرب انتروديكتور إي أو باسي. إذا كان لو فيرب انتروديكتور ولا لو فيرب دو بارول، يعني الفعل اللي نفتحوا به المقولة، إذا كان أو باسي، وهنا لو باسي يا إما نقصد به لو باسي كومبوزي، يا إما لامبارفي، يا إما لو باسي سامبل، يا إما لو باسي أونتيريور، يعني المهم يكون الفعل في زمن الماضي لو باسي. إذا كان الفعل هنا في لو باسي، إذا لو ميساج يتغير. يعني واش يتغير؟ يتغير الزمن تاعو. وباش نغيروا له الزمن تاعو عنده قواعد يمشي عليها، راح نشوفوها بعد قليل. ركز معي جيدا. اذا لو نعطيك هذا المثال إلى دي، اذا إلى دي ادي هذا راه مصرف لو باسي كومبوزي، اذا هو زمن في الماضي. بما انه زمن في الماضي، اذا الجمله هذه راح يتغير الزمن تاعها. كيفاش يتغير الزمن تاعها؟ ركز معي جيدا. اذا هنا الزمن او بريزون راحين نغيروه، علاش؟ لانه هنا راه الزمن تاع لو فيرب دو بارول او باسي كومبوزي. ركز معي جيدا. اذا اون مير ا ديكلاري جو بونس ا مي زونفون. راح نمشي مع نفس الجمله هذه باش ما تلفلكش، اذا راح نغير فقط في الازمنه وراح تفهمني ان شاء الله. اون مير ا ديكلاري، اذا ا ديكلاري هذه وراها مصرف في لو باسي كومبوزي. اذا مادام مصرف في لو باسي كومبوزي، الزمن تاع لو فيرب بونسي هذا يتغير. كيفاش يتغير؟ راحين نشوفوا كيفاش يتغير. اذا من لو بريزون راح يتغير الى لامبارفي، هذه قاعده. اذا كان هذا الزمن مصرف لو بريزون، اذا نحولوه الى لامبارفي. لماذا؟ لانه هذا لو فيرب دو بارول راه مصرف في لو باسي. لو كان جا في لو بريزون ولا في الفيتور سامبل، بونس هذا يبقى نفسه في زمن لو بريزون. اظن ان الامور واضحه. اذا ركز معي جيدا. اون مير ديكلاري، une mère a déclaré، نحي لي غيومي هذو لي دو بوين ونضيفو في مكانها كو. جو بونس يعني نعوضها بال، اذا ال بونسي. لماذا اضفت ا اي تي؟ اذا بونس هذا كان في لو بريزون، رجعناه في لامبارفي. لامبارفي هو ا اي اس ا اي اس ا اي تي، اذا مع ال ا اي تي. اذا ا ديكلاري كال بونسي، اذا كال هنا فقط نغيرها تصبح كال ابوستروف. كال بونسي ا مي زونفو تصبح ا سي زونفو، لانه مي زونفو اولادي، وانا نحكي عليها نقول اولادها ا سي زونفو. اذا هذا بالنسبه للزمن الاول. لاحظ معي في الزمن الثاني نفس المثال. اون مير ا ديكلاري جي بونسي ا مي زونفو، اذا ا ديكلاري راه في الباسي كومبوزي، اذا هو عباره عن زمن ماضي. بما انه زمن ماضي، اذا الجمله هذه اللي بين قوسين راح يتغير الزمن تاعها. إذا وراها مصرفة قبل كل شيء، الزمن هذا راه مصرف في لو باسي كومبوزي. إذا عطاونا لو باسي كومبوزي، الزمن اللي نحولوا ليه هو لو بلوس كو بارفي. واش معنى لو بلوس كو بارفي؟ لو بلوس كو بارفي هو يا إما يكون إتر ولا أفوار ا لامبارفي بلوس لو بارتيسيب باسي. أعيد، لو بلوس كو بارفي هو إتر ولا أفوار في لامبارفي بلوس لو بارتيسيب باسي. كيما الباسي كومبوزي هو أفوار ولا إتر في لو بريزون plus le participe passé. راح ندير لكم فيديو على تصريف الافعال ان شاء الله بعد هذا الفيديو. حاولوا تركزوا معايا الان، والفيديو القادم ان شاء الله راح يفيدكم اكثر فاكثر.
إذن كما أسلفت الذكر أنه إي بونسي مصرف في لو باسي كومبوزي، وما دام عطاوه لي في الباسي كومبوزي إذن لازم نحولو لو بليس كو بارفي. علاش لازم؟ لأنه لو فيرب دو بارول هذا راهو مصرف في لو باسي. إذن نعاود اون مير ا ديكلاري كو، راح نحي هذه وندير في مكانها كو. جو مادام هي تحكي بجو إذن نهضر عليها ال، إذن ال افي بونسي. واش راني قلت قبل قليل؟ أنه لو فيرب بونسي في البليس كو بارفي مع من يتصرف بونسي؟ يتصرف مع افوار. إذا افوار نديروه في لامبارفي وندير لو بارتيسيباسي تاع لو فيرب بونسي. وكاينه طريقة أخرى سهلة، لما يعطيلك ان تون كومبوزي. اش معناها تون كومبوزي؟ يعني زمن مركب. منين مركب؟ مركب من فعلين، أي أوكسيليار افوار ولا اتر بليس لو بارتيسيباسي. مباشرة هذا الفعل أو هذا الأوكسيليار اللي عطاهولك اللي هو أي راهو في لو بريزون، رجعو نتايا ا لامبارفي يرجع افي، تتحصل بذلك على بليس كو بارفي. حبيت تفهم هذه القاعده، حبيت تحفظ مباشره البليس كو بارفي، اعيد، لو بليس كو بارفي هو اتر ولا افوار ا لامبارفي. اذا ها هو افوار ا لامبارفي بليس لو بارتيسيباسي، وكو ال هذه ترجع كال ا ميزونفو كما اسلفت الذكر ا سي زونفو. ما نبقاش نعاود فيها برك، لأنه هنا نركزوا على الأزمنة أكثر فأكثر. Une mère a déclaré je penserai à mes enfants. نفس المثال هذا راه في لو باسي، لو فيرب دو بارول او باسي، وهذا لو فيرب تاع لو ميساج راه مصرف في لو فيتور سامبل. هنا كاين شونجمون ولا كاينش؟ كاين شونجمون. لماذا كاين شونجمون؟ لأنه هذا لو فيرب دو بارول راهو او باسي، إذا هذا اوتوماتيكمون راح نغيرو. وين نغيرو؟ من الفيتور سامبل لازم نغيروه إلى لو كونديسيونيل بريزون. لو كونديسيونيل بريزون واش هو؟ لو كونديسيونيل بريزون هو لو راديكال دو فيتور بلوس لا تيرمينيزون دو لامبارفي. واش معناها لو راديكال دو فيتور؟ يعني الجذر تاع الفعل في الفيتور سامبل ونزيدو له تيرمينيزون تاع لامبارفي تاع اي اس اي اس اي تي او ان اس زد اي او ان تي. بمعنى انه هذه الجمله نعاودها نفسها، نحيو هذه ترجع كو، جو بونسوري ترجع ال بونسوري. شوف شراني حافظت على هذه بونسور، نحيت الاي هذه لا تيرمينيزون تاع الفيتور، نحيها ونضيف لا تيرمينيزون تاع لامبارفي. اذا لو كونديسيونيل بريزون نحافظ على لو راديكال دو فيتور. واش هو لو راديكال دو فيتور؟ اذا عطاونا لو فيرب دو برومي جروب نكتبو على حاله افيك لو او ار، يعني ما نحيوش الاو ار ونضيف له اي تي. اذا عطاونا دوزيام جروب بار اكزومبل فينير نكتبو كيما هو، ما نحيلوش الاي ار ونضيف له اي تي. بمعنى اي تي اذا كانت مع ال، اما اذا كانت مع باقي الضمائر تعرفوا لي تيرمينيزون هما اي اس اي اس اي تي اي او ان اس اي او زد اي او ان تي. اذا نكمل الجمله فقط، تصبح كال بونسوري ا سي زونفون. نمر للجمله الاخيره، اون مير ا ديكلاري جوري بونسي ا مي زونفون. a déclaré هذا الزمن راهو مصرف في الباسي كومبوزي. اذا مادام مصرف باسي كومبوزي هنا هذه الجمله ولا لو ميساج هذا راح يتغير الزمن تاعو. كيفاش يتغير الزمن تاعو؟ لازم اول شيء راح نعرف هذا وراه مصرف او ريبونس راه مصرف في الفيتور انتيريور. واش معناها فيتور انتيريور؟ فيتور انتيريور هو لو فيرب اتر ولا افوار او فيتور بلس لو بارتيسيباسي. اتر او افوار في الفيتور plus le participe passé. يعني زمن le futur antérieur هذا يا اما يكون le verbe avoir ou là le verbe être. وين نصرفوه؟ نصرفوه في le futur simple ونزيدو له le participe passé تاع le verbe اللي يعطيه لنا. اذا مادام عندنا le futur antérieur لازم يتغير الى le conditionnel passé. علاش غيرنا le conditionnel passé؟ لانه le verbe de parole هذا راهو مصرف في le passé. اذا كيفاش راح نغيرو؟ ركز معي. une mère a déclaré صرحت نفس العمليه que j'aurais pensé. واش معناها conditionnel passé؟ le conditionnel passé هو être ولا avoir في conditionnel présent plus le participe passé. على بالي اختلطت عليكم الامور، مي الله غالب هذه لا كونجيغيزون تاع الفرونسي، دائما مصعبينها شويه، لكن قلت لكم ركز معايا جيدا وراح في الفيديو القادم ان شاء الله ندير لكم لا كونجيغيزون تاع هذه الازمنه. اذا لو كونديسيونال باسي، اعيد، لو كونديسيونال باسي هو être ولا avoir في الكونديسيونال بريزون بلوس لو بارتيسيب باسي. وشو هو الكونديسيونال بريزون؟
Le conditionnel présent, ou le radical de verbe au futur simple plus la terminaison de l'imparfait. Et donc, بمعنى أن conditionnel passé, هنا كي نجي نصرف j'aurais pensé تصبح elle aurait pensé. هنا راه كاين اسباس نسيت اسباس هنا. إذا لو تلاحظ أنه أوغي هذه راه مصرفة في الفيتور سامبل، أما هذه أوغي راه مصرفة في الكونديسيونيل بريزون. أعيد، أوغي هذه راه مصرفة في الفيتور سامبل، وهذه أوغي راه مصرفة في الكونديسيونيل بريزون. يشتركوا في بونسي، بونسي اللي هو لو بارتيسي باسي. إذا الاختلاف الوحيد فقط هو أنه في ليتيرمينيزون، لماذا عندهم لو ميم راديكال أوغي؟ إذا أوغي اما لي تيرمينيزو هذه لي تيرمينيزو تاع لو فيتور سامبل هو اي اس ا او ان اس او زد او ان تي، وهذا عدو لا تيرمينيزو تاع من تاع لامبارفي اللي هي اي اس اي اس اي تي اي او ان اس اي او زد اي او ان تي. اذا نكمل هذه كال تصبح نحيو الاون ديال لابوستروف كال ا مي زونفون تصبح ا سي زونفون. اذا بهذه الامثله نكونوا كملنا يعني تحويل الازمنه. اذا راح ندير لكم ملخص كامل على هذه الازمنه. إذا ديسكور ديريكت وديسكور انديريكت، لما يعطيني لو بريزون نحولو إلى لامبارفي، لما يعطيونا الباسي كومبوزي نحولوه إلى لو بلوس كو بارفي، لما يعطيني فيتور سامبل نحولوه إلى كونديسيونال بريزون، أما إذا عطاونا فيتور انتيريور نحولوه إلى كونديسيونال باسي. أعيد فقط كملخص هنايا، لو بريزون تعرفوه لي تيرمينيزون أو أو إس أو أو إن إس أو زد أو إن تي. L'imparfait, AIS, AIS, AIT, EONS, EEZ, AIENT. Le passé composé, ou l'auxiliaire avoir ou être au présent de l'indicatif plus le participe passé. Mais le plus que parfait, ou être ou avoir à l'imparfait plus le participe passé. Futur simple, ou le verbe complètement n'ktbou. Le mennahi l'ER, on zide la terminaison AIAS, AONS, EZ, ONT. Mais le conditionnel présent, ou le radical de futur simple plus les terminaisons de l'imparfait. Futur antérieur, ou l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir, au futur simple plus le participe passé. Mais le conditionnel passé, ou l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être, au conditionnel présent plus le participe passé. Et donc, il y a أنك تحفظ وتحفظ وتحفظ وتعاود تراجعهم لأنه هذا هو le principe, le discours direct ou discours indirect. Discours direct ou indirect, là, c'est لكن المشكل تاعو وين المشكل تاعو في تصريف الافعال، لازم تكون تتقن تصريف الافعال. ركز معي في امثله في تغيير الزمن، راح نزيدكم امثله اخرى لتستوعبوا الفهم اكثر فاكثر. اكزامبل ايلانو هو اعلن جام لا ليكتور، احب القراءه. اذا لو تشوف هنايا انه انونسي بصرف الباسي كومبوزي، انا اللي يهمني اول شيء لازم نشوفه هو لو فيرب دو بارول. إذا كان أو بريزون ولا أو فيتور هذه ما يتغير فيها ولا شيء، يعني ما يتغيرش الزمن تاعها. أما إذا كان في لو باسي هذه يتغير الزمن تاعها. إذا مادام هنا أو باسي هذه راح يتغير الزمن تاعها. كيفاش يتغير الزمن تاعها؟ بحسب القواعد اللي قلناها قبل قليل. إذا هذا راه مصرف أم، إذا راه مصرف لو بريزون. إذا الجملة هذه الزمن تاعها راه في لو بريزون. حنا عرفنا كي يكون الزمن لو بريزون لازم نغيروه إلى لامبارفي. إذا ركز معايا، إلى أنونسي كيل إيمي، نحينا أ هذه ورجعناها أ إي تي لأنه لامبارفي. دوزيام إكزامبل، إلى أنونسي جي إيمي لا ليكتور، أ أنونسي راه في لو باسي، إذا كاين شونجمون تاع الزمن. إذا جي إيمي، جي إيمي هذا راه مصرف في لو باسي كومبوزي، وعرفنا أن لو باسي كومبوزي لازم يتغير إلى لو بلوس كو بارفي. إذا إل أ أنونسي كيل أفي إيمي La lecture, le plus que parfait, ou avoir ou l'être plus le participe passé. Ou avoir ou l'être, c'est le mصرفينو في l'imparfait. Ou إذا حبيت طريقة سهلة أنه دائما كي يعطونا زمن مركب مثل هذا passé composé مركب من فعلين يعني auxiliaire avoir plus le participe passé. Avoir هذا ou l'être اللي يعطيه لك هنا في الأول رجعوا l'imparfait فقط. إذا AI رجعنا AV. AI رجعنا AV و إيمي كتبتها نفس الشيء. نمر إلى مثال آخر. Il annonce j'aimerais la lecture. إذن a annoncé راه في لو باسي، إذن كاين تغيير للزمن هنا. aimerais هنا راه مصرف في لو فيتور سامبل. وعرفنا أنه لما يعطيني فيتور سامبل لازم نرجعو كونديسيونال بريزون. كونديسيونال بريزون
هو لو راديكال دو فيتور سامبل بلوس لي تيرمينيزون دو لامبارفي. اذا الى نونس كي الاموري ناحيه الاي ودرت اي تي كيفاش كي يعطيني هنا الفعل هذا او فيتور سامبل نحيلو لا تيرمينيزون تاعو اللي هو اي ولا اس ولا ا الى اخره ونضيف له لا تيرمينيزون تاع لامبارفي اللي هي اي اس اي اس اي تي. لكنكم تلاحظوا انه كل انتقال من زمن الى زمن تقريبا رانا نستعملو في لامبارفي تقريبا. اذا نمر الى المثال الاخر. اموري اول شيء اموري راه مصرف في الكونديسيونال بريزون، ها هو لو راديكال دو فيتور سامبل بلوس لامبارفي. نمر الى المثال الاخير. الى انونسي جوري ايمي لا ليكتور، اذا هذا انونسي راه مصرف في لو باسي كومبوزي، اذا كاين تغيير الزمن بين قوسين. اذا اوري ايمي راه مصرف في الفيتور انتيريور، علاش هنا عرفتو في الفيتور انتيريور؟ راهو لو فيرب او بيان لوكسيليير افوار او فيتور سامبل بلوس لو بارتيسيب باسي. لوكسيليير افوار او فيتور سامبل بلوس لو بارتيسيب باسي. وعرفنا انه باش نغير من الفيتور انتيريور لازم نغيره الى لو كونديسيونال باسي. وش هو الكونديسيونال باسي؟ هو لوكسيليير اتر او بيان افوار او كونديسيونال بريزون بلوس لو بارتيسيب باسي. اذا تحويل الجمله يكون كالتالي: الى انونسي كيل اوري ايمي لا ليكتور. ماذا قلت قبل قليل؟ قلت انه لما يعطيني زمن مركب ان طون كومبوزي، يعني هو مركب من لوكسيليير افوار بلوس لو بارتيسيب باسي، دائما منشوف لوكسيليير فقط. لوكسيليير هذاك نحاول ان نرجعو لامبارفي. عطاوني اي رجعته اي تي، هنا عطاوني اي رجعته اي تي. علاش؟ لانه من الفيتور سامبل لما نحولو الكونديسيونال بريزون يعني راح نستعمل لي تيرمينيزون تاع لامبارفي. اما اذا نقلت من الفيتور انتيريور وحولته للكونديسيونال باسي راح نحول لوكسيليير افوار هذا من الفيتور سامبل الى كونديسيونال بريزون، والكونديسيونال بريزون هو عنده لا تيرمينيزون تاع لامبارفي. اذا هذا بالنسبه لكيفيه تحويل الازمنه. كملخص عام لما يعطيني لو فيرب دو بارول او بريزون او بيان او فيتور سامبل غيان دو شانجمون دو لو ميساج، في الميساج ولا في الرساله اللي بين قوسين ما يتغيرش الزمن تاعها. اما اذا عطاني لو فيرب دو بارول في لو باسي كو سوا كان لو باسي كومبوزي او بيان لامبارفي او بيان بلوس كو بارفي، المهم زمن الماضي يتغير الزمن اللي بين قوسين. وباش نغيروا الزمن اللي بين قوسين عنده قواعد، يعني من لو بريزون رجعوا امبارفي، اذا عطى لي باسي كومبوزي رجعوا بلوس كو بارفي، اذا عطاو لي فيتور سامبل رجعوا كونديسيونال بريزون، اذا عطاو لي فيتور انتيريور رجعوا كونديسيونال باسي. اذا نمر الى شيء اخر، يعني كيفاش نغيروا بعض الكلمات في الديسكور ديريكت وديسكور انديريكت. اذا عطاني اوجوردي يعني اليوم، انا كي نعبر عليه نعبر عليه سو جوغ لا، في ذلك اليوم. اذا عطاوني اياغ نعبر عليها لا فيي، دومان لو لوندومان، لو جور بروشان لو جور سويفون. اذا هذو اللي تحفظهم دائما كي يعطيك لو ستيل ديريكت يعني من اوجوردي لازم ترجعها سو جوغ لا. راح نشوفوا مثال على هذا الشيء، ركز معي جيدا. كريم بونسي فكر جو في فير لي كورس اوجوردي، ركز معي جيدا هنا. كريم بونسي اول شيء لو فيرب راه الامبارفي، ومادام الامبارفي معناها راه او باسي، وقلنا لو فيرب دو بارول اذا كان في لو باسي يعني هذا لو ميساج اللي بين قوسين لازم نغيروا له في الزمن. اذا هذا لو ميساج راح نغيروا له في الزمن. كيفاش نغيروا له الزمن؟ اول شيء راح نعيد هذه الكلمه او هذه الجمله كريم بونسي، نحيو هذه لي غيومي وندير بلاصتها كيل. علاش درت كيل؟ لانه كريم قال جو، انا اذا كنعود نحكي عليه نقول هو كيل في، هذا راه او بريزون، وحنا عرفنا بلي نصرفو من لو بريزون لازم نحول الى لامبارفي. اذا جو في تو فا ايل فا نو زالون فو زالي ايل فون، هذا لو فيرب الي او بريزون. اما في لامبارفي فاش نرجعوه؟ جالي تو الي ايل الي، اذا كيل الي فير لي كورس اوجوردي. هذه اوجوردي قلنا انها ترجع سو جوغ لا، اوجوردي تصبح سو جوغ لا. كريم بونسي Je vais faire les courses aujourd'hui. Karim pensait qu'il allait faire les courses ce jour-là. في ذاك اليوم اللي كان يحكي عليه كريم. إذا وبنفس الأمثلة، إذا عطاني هنا hier رجعها la veille، إذا عطاني demain رجعها le lendemain، إذا عطاني le jour prochain رجعها le jour suivant. إذا بهذا نكون كملنا شرح هذا الدرس. إن شاء الله نكون وفقتوا
بإيصال الفكرة لكم. أعدكم إن شاء الله الفيديو القادم إن شاء الله سأقوم بتصوير فيديو حول تصريف الأفعال في الأزمنة اللي كنت ذكرتها قبل قليل. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.